كابتن عمرو، حل الاسماعيلي ايه من وجهة نظرك؟ وانا بتكلم يعني بقول لك فرقة كانت هي اللي بتضخ مواهب للاهلي للزمالك لكل أندية مصر، فاهمني؟ وانت واحد من اهم المواهب اللي مرت على الكرة في مصر. الأزمة الاسماعيلي النهارده بيتغلب من انبي، لسه برضه في دوامة الهبوط. طبعا يعني طبعا احنا طول عمرنا الاسماعيلي من فرق الناشئين حتى، يعني احنا كنا مثلا في الاهلي، احنا في الناشئين ماتش الاسماعيلي ده ماتش صعب جدا، صعب جدا. تلاقي لعيبه كتير كويسه، مواهب كتير، ال 11 واحد تلاقي فيهم 7 8 مميزين، فدي حاجات طبعا يعني عائد للفريق الاول. دول اللعيبه كلها اللي بكلمك في حسني واحمد فتحي ونجوم كبيره جدا، حمص، ناس كانت اسماء في الكره المصريه. فدي من الناشئين. ما تقنعنيش دلوقتي المواهب بعدت او الجاب بعد قوي كده، لا، في شغل. احنا مقصرين في حق القطاع نفسه، احنا في طبعا خبايا وحاجات كتير كنا عارفينها اللي بيتم في الناشئين، اللي هو المجاملات بالظبط. لا زمان وتسجيل فواتير انتخابيه، انا اللي بقول، انا بقول لك انا قعدت في الناشئين ورحت اختبارات عادي زي اي واحد فينا، رحت اختبارات النادي الاهلي وانا عندي 11 سنه، كان 4000 واحد، احنا دخلنا الفريق 4. ما فيش مجاملات. لا ما هو انت بقول لك انت تحديدا دخلنا 4. لا اصل انت تحديدا ما تقس على نفسك، اصل انت المدرب اللي ما يعني ما يختاركش. مش فاهمني، ما انا بتكلم، يبقى مدرب ما يستحقش. لا انا بتكلم والمجموعه اللي المدرب يختاره وتلاقيه بعد كده يبدا يعمله وحش وما يلعبش. لكن العين اللي بتاعت المدرب، يعني انت بتتكلم على الاسماعيلي لما كان موجود الكابتن شحته رحمه الله عليه، جه بعديه الكابتن علي ابو جريشه، جه بعديه كابتن صلاح ابو جريشه، جه بعديه مدربين كتار جدا في النادي الاسماعيلي، كابتن محسن صالح بعد كده، كابتن صبري المنياوي، كابتن اسماعيل حفني، عملوا اجيال جامده جدا من الناشئين ومن الفريق الاول، وطلعوا اسامي كان يعني فيهم محمد صلاح ابو جريشه، ده لوحده كان هداف مصر كلها طبعا. يعني حاجه من احسن لعيبه جت في روده في تاريخ مصر. انا طول عمري بشوف الاسماعيلي يعني على الاقل فيه 8 9 لعيبه، ما شفناش 3 4 لعيبه كويسين في فريق الاسماعيلي من ناشئين النادي. تغيير يا كابتن اسلام، تغيير المدربين كل شويه. طب النهارده مدرب يجي يمسك في اول موسم 7 8 ماتشات ماشي، جه واحد غيره. تغيير مدربين ولا تغيير ادارات؟ الاثنين. نمره واحد الادارات طبعا. طبعا الاداره نمره واحد. الاداره، اداره هي بتجيب لك مدرب كويس في بدايه الموسم، هي اللي تقدر تتعاقد مع لعيبه كويسه، هي اللي تقدر تتصرف في لجنه فنيه من نجوم الاسماعيلي الكبار اللي المفروض يبقى ليهم دخل مش متواجدين. ممكن تخلي واحد هو اللي ليه دخل بالكره ملوش علاقه بالكره، فيبدا يبوظ لك الدنيا على ما تفكر تعدل. انتهت العمليه خلاص. برضه كابتن مؤمن، برضه لازم الاهتمام شويه بالقطاع ده، ده قطاع مهم. يعني هناخده نسبه، يعني برضه الازمه في قطاع الناشئين طبعا. انت معلش، مع احترامي المدرب دلوقتي مرتبه جنب في قطاع الناشئين، المجاملات بتيجي من يعني بتخش منين؟ الحاجات دي كلها ما بتيجي من الجاب ده. انت لازم تبقى برضو مريح القطاع نفسه، انت عامل يعني استراتيجيه. مين في الاهلي وفي الزمالك وبيراميدز؟ انا عايز اقول لحضرتك ان في ازمه في نادي بيراميدز اللي هو اعلى اجور بالنسبه للفريق الاول، في ازمه في رواتب مدربين قطاع الناشئين. يعني بقى لهم شهرين مثلا السنه دي ما وفي شهرين السنه اللي فاتت هم يعني 4 شهور، وانت بتتكلم في مدربين بتاخد كام؟ 4 و5000 بالظبط. ليه يا كابتن اسلام؟ ليه؟ لان انت اهتمامك بالفريق الاول بس. يعني انت دلوقتي النهارده لو انت رحت جبت 2 لعيبه في الفريق الاول، مش هقول لك في بيراميدز ولا هقول الترسانة، اي نادي مثلا، بتدفع للاثنين لعيبه دول ايا كان لعيبه مستواها ايه، يعني دفعت في كل واحد 300 400 الف جنيه، في 3 لعيبه يعني 1,200,000 جنيه، 1.5 مليون. لو انت عملت 1.5 مليون دول للناشئين، حطيتهم على جنب كده عشان تصرف على الناشئين، هتلاقي كل حاجه متوفره للناشئين، من لبس، الاكل، المواصلات، لمكافئات، لكل الكلام موجود. احنا برضو بنظلم القطاع، فانت بتمن 2 لعيبه، تمن 2 لعيبه. ازمه الاسماعيلي دلوقتي في قطاع الناشئين مش الاسماعيلي بس، مش الاسماعيلي انت بتتكلم السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت واللي قبليها الاسماعيلي بقى له فتره مش هو ده الاسماعيلي اللي احنا نعرفه. طب ده السبب ايه؟ الاداره، ادارات نمره واحد، تغيير ادارات، لازم ادي العيش لخبازه، حد يكون فاهم في الكوره. انت مش فاهم في الكره، تعالى هات لجنه فنيه تكون مسؤوله عن الكره، من نجوم الاسماعيلي وهم كتار جدا.